الجزء الأول من كلامي. الجزء الثاني بخصوص شهادات الأيزو أو شهادات الأيزو اللي أنا فاهمه أو اللي أنا حاولت أدور وأفهم وأفكر فيه وأعمل سيرش عنه، عرفت إن هي بتمنح للأفراد للشركات. لكن هل في، يمكن في زميل قبلي سأل نفس السؤال، هل في مؤسسات بتدي أو بتدي كورسات، خلينا نقول بتدي كورسات للأفراد بخصوص الأيزو؟ ايوه في تمام. طيب هل في جزء مخصص للأيزو للدوكمنت في الأيزو؟ يعني أنا لما أروح كدوكمنت كنترولر أكيد مش هروح أخد كل شغل الأيزو بتاع مهندس كواليتي أو بتاع مهندس حصر، فهل في هيبقى في جزء عند المؤسسات دي اللي بتدي شهادات الأيزو متخصص بس في الدوكمنت كنترول؟ هو كده كده الايزو اصلا بيبقى متخصص على السكوب اللي حضرتك عاوز تعمله فيه، تمام؟ يعني هو بيبقى متطلبات ممكن حضرتك تنفذها على الدوكيمنت كنترول لو انت بتتعامل في الدوكيمنت كنترول، تمام. تمام؟ تمام. يعني حضرتك تقدر تطبقها على المانجمنت اللي شغال عندك، هي بتبقى سيستم ماشي على المانجمنت، انت يخصك منه جزء بتاع الدوكيمنت، في تاني ناس تانية بيخصها جزء بتاع الكواليتي، في ناس تانية بيخصها جزء بتاع الانسبكشن، فاهمني؟ صار في الاخر سيستم ابليكابل على الشركه كلها. فحضرتك لو حابب ان انت تروح تتعلم ده او ان حضرتك تاخد شهاده في ده، فحضرتك بتاخد شهاده ان حضرتك على علم بمواصفه الايزو كلها بتتعامل ازاي او بتطبق ازاي. تمام. بس هو كمجال هو مش بيشرح لك مجال، هو بيشرح لك مواصفه. اوكي، تمام؟ هو ده سؤالي فعلا. بالظبط، هو مش بيشرح لك فنيا او تقنيا كل واحد يعمل وظيفته ازاي، هو بيشرح بس حضرتك المواصفة دي تتطبق ازاي على اي مجال. ممكن تتطبق على شركة بتبقى خدمية او شركة او مصنع مثلا او شركة استشارات هندسية او كونستراكشن او اي حاجة من الحاجات دي، لانه هو بيعرفك تطبيق المواصفة على اي مجال، مش بيخصك بمجال معين. تمام، متشكر جدا. العفو يا فندم، اهلا وسهلا.